التحرش والابتزاز الإلكتروني ظاهرة كثير منتشرة بالفترة الأخيرة، وكل هاي الظواهر تحت مسمى واحد، العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا الشيء كان حول اللقاء الجمعية الشبابية السورية مع الطلاب ضمن معهد إعداد المدرسين بدمشق. اليوم مشاهدينا لنتعرف أكثر على المحاور يلي تضمنها اللقاء والهدف منها. بسعدنا أن يكون ضيفنا لليوم محمود الخالد، رئيس الجمعية الشبابية السورية. أسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا باستوديو الأخبارية السورية. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين على الجمعية الشبابية السورية والمجالات اللي بتعملوا عليها. الجمعية الشبابية السورية للتنمية هي جمعية مرخصة ومشهرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1163 بتاريخ 21/7/2014. نطاق عملها جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. تعنى الجمعية الشبابية السورية للتنمية بعدة ملفات، أهمها هو الملف الصحي. نحن كثير مهتم بمجال الصحة من باب العلاج الفيزيائي، تقديم المعينات الحركية ومقومات العظام، إضافة لملف دعم المرأة وملف دعم الشباب وملف التعليم، إضافة لبعض الأنشطة التي تعنى بملفات الإغاثة، ملفات اللايفليهود، سبل العيش. يعني فيك تقولي يعني هاي هي الملفات اللي تعنى فيها الجمعية. يعني ملفات جدا مهمة وعم تمس يمكن كافة المجالات الإنسانية اليوم. خلينا نحكي، بدأتوا بحملة للتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وذكرنا بالمقدمة اللقاء، خبرنا أكثر اليوم عن اللقاء، عن أجواء اللقاء كيف كان؟ هلأ اليوم للأمانة نحن في كل سنة بتاريخ من 25/11 ولغاية 10/12 من كل عام هي بتيجي 16 يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. هاي المناسبة هي مناسبة عالمية، كل سنة بيكون في إلها اتجاه وكل سنة بيكون في إلها منحة. هدفها الوحيد هو يعني القضاء على مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء على العنف ضد المرأة. السنة هاي كان اتجاه الجمعية الشبابية السورية للتنمية هو الاتجاه العالمي اللي هو الاتحاد والإجماع على القضاء على مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي. اخترنا هاي السنة ثلاث مواضيع كتير مهمين، هن الابتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر. لسبب كتير مهم أنه هاي المظاهر نحن عم نسمعها كتير، عم نشوفها كتير، عم نحاول قدر المستطاع نبلش نضوي على أهمية محاربة هاي المظاهر لما تتكرر وما تنتشر بمجتمعنا. للأسف بالفترة الأخيرة بالآونة الأخيرة صرنا نشوف ونسمع أنه والله ابتزاز إلكتروني، فلان مصور، فلان عم يبتز فلان، فلان عم بينزل صور، فلان عم بيهدد فلان لأنه صور، لأنه محادثات، لأنه هاي القصة. وللأسف جزء كتير كبير من النساء بالعموم والصبايا بالخصوص الشابات هن ما بيعرفوا شو يتصرفوا تماما بسبب البيئة اليوم. صحيح. الخوف من الأهالي، الخوف من المجتمع، الخوف من الحكي، فلانة انفضحت، بتخاف تنفضح، بتخاف ينحكى عنا، بتخاف. كل هاي القصص نحن كنا عم نسمعها بشكل متفرق، ولكن شو الحلول؟ تمام. للأسف ما في ثقافة، ما في معرفة بالقوانين والأنظمة، إن كانت في نطاق القانون السوري واللي هو كان صارم وواضح من خلال قانون الجريمة، جريمة المعلوماتية اللي هو أصلاً بيحارب هاي المظاهر وهو شديد العقاب لهي المظاهر. تمام، شو أبرز المحاور أو العناوين والنقاط اللي ركزتوا عليها اليوم ضمن اللقاء؟ ذكرت أنه اليوم نسبة كبيرة إن كانت من السيدات أو الصبايا ما بيعرفوا كيف يتصرفوا بمثل هي المواقف، كيف اليوم بسطتوا الموضوع، شرحتوا أكثر ليكون في توعية ويكون في ثقافة أكثر بالموضوع؟ هلأ نحن اليوم استعنا، يعني نحن اليوم فتنا على الجانبين، الجانب النفسي اللي ممكن تتعرض له أي سيدة أو أي صبية أو أي أنثى إذا تعرضت لنوع من أنواع الابتزاز. يعني اليوم حيكون اليوم في حالة من الاضطراب، في حالة من الإحباط، في حالة من الخوف اللي ممكن يتراودها أنه أنا هلأ شو ممكن يصير معي إذا عرفوا أهلي، إذا عرفوا أصدقائي، إذا عرف مجتمعي أو عرفوا بيئتي حواليه.
فكتير دققنا على هذا العامل انه انت لازم تكوني اقوى من هذا الظرف اللي انت فيه. وبنفس الوقت كنا عم نستعين بالمحامين ليوجهونا على الجانب القانوني اللي ممكن تتعامل فيه. يعني اليوم بطريقه كتير سهله وبسيطه اللي بده يحاول يبتز هو المدان مو انت المدانه. صحيح. يعني هي مبدئيا يعني انت ليش خايفه؟ انت اليوم بالنسبه لك انه بمجرد ما انه هو هددك بصوره ولا هددك بمحادثه انت متخيله انك انت المدانه. لا لا ابدا ابدا، هو المدان بمجرد ما انه حكى ولو لمحادثه صغيره ولو بفويس صغير ولو بتليفون صغير انه قال لك انا رح انشر، هو المدان مو انت المدانه. ابتداء من بند التهديد، نهايه ببند الاستغلال او الابتزاز لهذا الموضوع. فانت اليوم ببساطه وجهت المحاميه اللي كانت حاضره معنا انه انت بمجرد ما انك انت بس حفظتي هاي المحادثه انت ادنتي ابدا، وهو راح يتعرض لاقصى انواع العقوبه ضمن القانون جرائم المعلوماتيه الموجود في القانون السوري. فانت بس ما عليك غير انك انت بس تحفظي هاي المحادثه او تحفظي هذا الفويس او تسجلي هاي المكالمه بس باختصار شديد. وهو اصبح مو بس مدان، هو بده يصير يعني مثل ما يسموها يترجى بس لانك انت تشيلي هاي الشكوى، او انت اللي رح تصير تهددي، انت اللي رح تصير تبتزي مو هو رح يبتزك. تماما يعني. تماما. طيب كيف كان تفاعل اليوم الموجودين ضمن اللقاء؟ كان في اسئله يمكن تطرقوا لها؟ خبرنا اكثر عن الاجواء اللقاء. هلا المفاجاه اللي كانت موجوده صراحه، نحن لما استهدفنا كانت الشريحه المستهدفه هي شريحه طلاب اعداد معهد اعداد المدرسين. شو السبب؟ السبب نحن لما اخترنا انه هدول هن بعد سنتين هن رح يكونوا قاده. هن رح يكونوا مدرسين لطلاب وطالبات بالمدارس. فكتير خطأ وخطأ كتير كبير انه يكونوا القادة نفسهم ما عندهم اجابة اذا طالبة من الطالبات تعرضت لهيك حالة. اليوم اذا انت حبيت الاستاذ، هذا الاستاذ بيكون صديقك، هذا بيكون رفيقك وبيكون امانك، بيقولوا مدرسة المدرسة بيتك الثاني. فانا مو اكيد مو سهل علي اني انا اجي لعند استاذي او انستي اللي هو انا بوثق فيها واللي انا ما بقدر مثلا ممكن يكون انا ما بقدر احكي لاهلي الحادثه اللي صارت معي، فانا بشوف استاذي اللي انا بحبه هو الملاذ الامن لإلي. فاكيد مو سهل اني انا اروح لعنده واقول له انا في فلان عم يبتزني او عم يتحرش فيني او عم يبعث لي صوره او عم يهددني وهو ما عنده الاجابه الوافيه ليجاوبني شو اعمل او كيف اخذ حقي. فنحن قصدنا هي الشريحه لتكون هي الشريحه هي نفسها بتعرف حقوقها. وصدقيني كانت المفاجاه لما التقينا بهدول الطلاب انه مثل ما اجانا اسئله كثير كبيره من طلاب معهد اعداد المدرسين، اجتنا كثير اسئله كثير كبيره من اساتذتهم اللي هن اساتذه المعهد. طبعا. فيما انه لو تعرضت مثلا يعني مثلا اجتنا اسئله مثلا عن الطلاق، اجتنا اسئله عن انه يا ترى، احد الاسئله اللي اجتنا انه انا اليوم انا اذا طلبت الطلاق وهو قال لي بتتركي الاولاد فانا لازم اني اتركهم، ولكن هذا الحكي غير دقيق على سبيل المثال. أكيد. لانه انا حتى لو تركتهم هن حضانتهم لإلي بالقانون حتى عمر ال 15، حتى لو تركتهم، حتى لو اجبرني اني انا اتركهم. فاليوم في تفاصيل كثير هن نفسهم ما كانوا بيعرفوها يعني. تمام استاذ محمود، حكينا عن التحرش والابتزاز الالكتروني، واكيد اليوم ضمن الجمعيه الشبابيه السوريه كمان في عندكم نشاطات وحملات للعنف ضد المراه. صحيح. وسنويا يمكن تقام حملات جديده، خلينا نوضح شو جديدكم اليوم بضمن ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه. نحن قلنا لهم هي لازم تكون مو بس مختصره على 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 ال 16 دايز، على ال 16 يوم العالميه. تمام. هي لازم تكون انشطه يومية وبشكل دائم لتثقيف المرأة ولدعمها لتكون امرأة سورية فاعلة وقوية وحاضرة بالمجتمع. نحن أنشطتنا على مدار العام بعيدا عن يوم المرأة العالمي يوم 8 آذار أو ال 16 days، نحن بشكل مستمر أنشطتنا متجهة نحو المرأة. على سبيل المثال خلينا نقول الشهر الوردي أو بنسميه الشهر العالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي من 1 ولغاية 31/10. بشكل دائم نحن بنعمل نشاط للسيدات مجاني، انه كل السيدات من عمر 35 لعمر 45 بياخذوا احالات مجانيه ليروحوا يعملوا فحص سرطان الثدي. في تقولي بيوم ب 12/8 اليوم العالمي للشباب، دائما وابدا نحن متجهين دائما في كل سنه لنقوم بانشطه
تخص يعني دعم مشاريع المشاريع الصغيرة للشباب والشابات إن كانوا طلاب أو طالبات، بعيدا طبعا عن كذلك الأمر اللي هي الدورات المهنية، هي المهنية الفوكيشنال تريننج اللي نحن بشكل دائم نعملها، جلسات التثقيف الصحي والنفسي اللي هي على مدار العام موجودة في مقر الجمعية. ما راح أحكي كثير عن حملات الإغاثة، ولكن بدي ضوي عليها هيك بشكل سريع. نحن حاليا عم نقوم ب يعني حملة كثير مهمة لتوزيع الألبسة والأحذية الشتوية، إن شاء الله إذا أراد رح تلاقوا رح يكون فيها صدى كثير. تمام، يعني بالختام مواضيع جدا مهمة، بدنا نشكركم ونشكر جهودكم اليوم، نتمنى أكثر أكيد الثقافة بهذا الموضوع. الأستاذ محمود الخالد رئيس الجمعية الشبابية السورية، أهلا وسهلا. شكرا لكم.